يوم جديد وفلوج جديد. واه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، شخباركم مسويين ان شاء الله طيبين؟ ورجعنا من جديد. للامانه يا جماعه النوم تلخبط، جلسنا ندور حل للكاميرا زي ما تعرفون يا جماعه، طاحت للاسف ومن بعدها ما تشتغل، كل ما جينا نشغلها يصير زي كذا، وحاليا جالسين نصور من هذه الكاميرا. طيب يا جماعه، حاليا فيكتوريا في كل مكان في اعلانات عن متحف رويال برج كولومبيا، وان في اشياء جديده مسوينها وغيروا من المعرض، فايش رايكم يا جماعه نروح ونشوف الاشياء الجديده اللي سووها؟ فزمان طلعات الاماكن الجديده، ويلا نبدا اليوم ونروح. مفتاح الكاميرا اتوقع كذا جاهزين، قول بسم الله ونتوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع من باب الامل، هواء وشمس. طيب الى المتحف. يا ساتر، فنيش فنيش اسمه. وصلنا على المواقف المتحف، لا تقول لي ما في موقف الا والله هذا واحد. طيب لازم ندفع المواقف اول شيء، ندفع لها من هنا. يقول للساعة دولارين وربع، يعني تقريبا 7 ريال. دفعنا لساعتين احتياط، اذا بنطول ولا شيء خليها هنا ونرجع بعد ساعتين ان شاء الله. فهذا هو المبنى ما شاء الله تبارك الله، هنا تمثال برا شكله الدكتور قديم. شوفوا ايام اول كيف كانت سماعة، والله كأنه جرس. يقولون انه كان دكتور هنا في برج كولومبيا، ظاهر كان يجون هنا الناس ويعالجهم. يقول تقدر تدخل مجانا لكن ببطاقه المتحف. ان شاء الله اذا احنا طالعين راح ندخل هذا البيت. ظاهر انه في رحله مدرسيه، كل الاطفال هنا. نقول بسم الله وندخل المتحف. من زمان على المتاحف والمعارض، اخر مره في سياتل، وغالبا نشوف مدن قريبه هنا ونروح نزور المتاحف اللي فيها. نقول بسم الله، هذا هو العرض اللي في كل مكان نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. غالي والله، سيارة 17 دولار، رفعوا أسعارهم بالصيف، يعرفون الناس بتيجي والسياح فاستغلوا الوضع. ونبدأ ندخل المتحف، في البداية نشوف عن الماموث، الفيل اللي انقرض، يقول لك هنا عظامه، ما شاء الله تبارك الله، هذه عظمة الفخذ بس، شوفوا كيف مقارنة بالإنسان، أكثر من 1.5 مليون سنة، هذول الظاهر كانوا من أيام الديناصورات، شوفوا هنا فيديو له. حتى في منهم انواع، هذا النوع الكولومبي، هذا النوع الامريكي، وهذا اصغر واحد البيجامي. يا ساتر ايش هذا؟ كنا فار بس كبير. يقولون حتى هذا انقرض، كان موجود قبل 37 الى 30 مليون سنه، وكانوا يعيشون في شمال افريقيا، يعني في شمال مصر وليبيا والجزائر والمغرب. غريب والله. نكمل جوله ونشوف. هو نفس الفيل لكن عنده شعر. هنا يقول لك كيف كانوا يتهاوشون اول، ويخلونك تجرب. وهنا بعد عظام لهم، وهنا نشوف القرون، والله شوفوا كيف كانوا يشلونها. ونكمل ونشوف، وهذا هو، وحصلنا الماموث، والله جدا ضخم ما شاء الله. شوفوا دقيقه يا جماعه بنوقف جنبه. تخيلوا لو كانوا يستعملون اداه التنقل، والله يركبون فوق عائله كامله ويوصلون بسرعه. كم خطوه اللي انت وصلت المكان؟ الله راح المدرسيه، شيء كويس منهم يجيبونهم متاحف. هنا جمعوا العظام. هنا يقول لك كيف حصروها، وهنا يقول لك سبب انقراضها من النيازك اللي طاحت والاجواء ما ادري ايش هذا، وهنا الصيد، ومن بعدها انقرضوا. نهايه المتحف، يبيعون تيشرتات عليهم صورهم ودمع عنهم، شيء جميل والله. نطلع فوق ونشوف ايش فيه. هنا عن السكان الاصليين، زرنا هذا المكان من قبل، صورنا فلوق كامل، اللي يبغى يشوفه بنحط رابط الفلوق تحت. وهنا صارت سينما الاي ماكس، طبعا الاي ماكس اكبر من شاشه السينما بكثير، اغلبها افلام وثائقيه. هنا يقول لك عن هذا الحيوان، هنا عن الطيارات، ونشوف عن النمور والدلافين، طريقه حلوه للتبرع. يقول لك حط القرش هنا ويقعد يدور 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 لما يدخل، وفي ناس اصلا حاطين قروش، شوف ناخذ قرش ونحطه. يلا. كانت جولة جميلة وشفنا عن الحيوان اللي انقرض، شكرا للمتحف. الله الاجواء، لو ان عندنا وقت قبل ما نركب السيارة ناخذ لفة هنا. ذكروني يا جماعة اجي اوقف هنا واصور بيوم كندا الوطني، راح تشوفون هذا المكان كله زحمة. والله كويس في اشخاص يمسكون خريطة، احس خلاص وقت الايفون ما حد صار يمسك خريطة. يلا لو اهلي معي كان جبنا الدلة، فرشنا هنا وتكينا قدام القصر، عندنا البحر هنا والاجواء الجميلة. اثنين تراك صايم، امشي كان تكي هنا. وهذه الاحسنة طبعا، ياخذونك لفة على وسط مدينة فيكتوريا، يورونك اهم الاماكن والاماكن التاريخية، اهم شيء لبسهم.
متكين يا جماعة مرتاح. والله صراحة الصيام هنا صعب، نار طويل والله. لا في الأخير تفطر على إيش؟ سندويش توست بالمكرونة. مين يفطر سندويش توست بالمكرونة؟ الغفوة الحين لما هذا المغرب طول السنة ما في حد هنا ولا شيء. الحين لما دخل رمضان صار يبون عصيرات وحركات. طيب طيب يا فيكتوريا، بعد ما تمشينا واسترحنا حاليا بنرجع السيارة. مكتوب فيها الاسم الصحيح لجيسوس ياشوع، يعني طالع بالشمس وحار وجالس يوزع الورقة هذه عشان يقول لهم اسمه ياسوع. وين الرجال هذا؟ وينه؟ خلاص يا صايم. صح يا جماعة، بيت الدكتور ما دخلناه. بس خلينا نشوف. Dr. Helmkin and his wife Cecilia. Dr. Helmkin is this fine fellow here, and that's his wife Cecilia up there. يقولون هذا دكتور جاي من لندن الى هنا فيكتوريا وجالس يعالج الناس. انت طيب ليه مشهور يعني؟ كان هو احسن دكتور؟ قال لي لا، كان هو قائد وكان دكتور لفتره طويله. طيب كامري وينها؟ يا مرحبتين. طيب يا جماعه صار لنا مده ما رحنا مكتب بريد، فالخطه نتوجه الحين ونشوف اذا في اغراض وصلتنا ولا لا. يلا الحركات. يا سلام يا سلام. اذكر العام كنت اجي نفس هذا المكان بالدباب الاخضر، والحين بالكامري. نشوف رمضان الجاي نجيب ايش ان شاء الله. لقينا رسالة خطأ مولنا، ظاهر اللي كان مستأجر قبلنا، فبنروح نعطيهم الحين ونرجعها. هذه الأغراض اللي وصلتنا يا جماعة. صديقنا الصيني أرسل، أبداً ما يكتب اسمه. حق كاميرا جو برو، حط الكاميرا هنا، تجي تصور زي كذا. شكراً، لا والله ما قصر، يعطيه ألف عافية. سير تكتب اسمك المرة الجاية عشان نشكرك. طيب يا جماعة، دام إن احنا عند سوبر ماركت، إيش رأيكم نشتري أغراض فطور؟ لكن السؤال، إيش نطبخ؟ كنت دائماً أقرأ بالكومنتات ثنيان أتحداك تسوي مقلوبة. طيب نشوف إيش الأشياء اللي نحتاجها علشان نطبخ المقلوبة. لا تقول لي هنا ما في نت، ما في إلا نتصل على ثنيان. الو تونا تونا ريان، يا مرحبتين يا هلا والله، اخبار طيبين؟ شوف ليش الاشياء اللي نحتاجها عشان نطبخ مقلوبه. حركات، تطبخ لي مقلوبه؟ ايوه عليك الله الله الحركات. اعطني ثواني بس. طيب سجل عندك. لا ما عليك، محتاج اسجل بحفظها. خلاص مو مشكله. تحتاج بطاطس كبير. حلو. باذنجان. طيب. طماطم. جميل. ودياي. دياي؟ يعني دائما تقول مجفوس دياي، جت على الحين؟ طيب مو مشكله دياي. وافوكادو. اما نحتاج افوكادو. لا لا هذه من عندي، عارفك دائما تاكلها. يلا خلاص مشكله. يلا ننتظرك، متى بتجي؟ الحين بشتري الاغراض وبرجع اشقك ان شاء الله. يلا تتاخر. يلا شوفك قريب. السلام عليكم. مع السلامه. حلو حلو، عرفنا ايش الاشياء اللي نحتاجها، نتوجع سوبر ماركت الحين ونشتريها. كنت دائما اجي هنا، ولا مره حطوا كيك ولا شيء هنا، والحين في رمضان حط. واضحه واضحه وصريحه. طيب اول شيء نحتاج الباذنجان، باذنجان، وهذا هو هنا، واخر حبه، ونحتاج بطاطس كبير، هذه تكفي، ونحتاج طماطم، واخر شيء نحتاج الدجاج، راح ناخذ صدور دجاج. ان شاء الله اليوم على تحدي الحلا راح ناكل حب حب. دائما جلاكسي وسكر وقشطه خلاص والله جد لازم نبدا صحيين. اذا بنستمر كل يوم على تحدي الحلا شوكولاته ومدري ايش، صدقني ما يجي العيد الا احنا مكرشين. اتوقع كذا اغراض جاهزه والحين راح نحاسب. طيب يا جماعه اشترينا الاغراض، لكن قبل ما نرجع شقه بنروح البقاله العربيه. البنت وخلص من عندنا للاسف، بنروح نشتري واحد ثاني وان شاء الله نلقى. والله زحمه اليوم، شكله هذا الوقت اللي يجمعون فيه. يا جماعه جينا البقاله العربيه وراح ناخذ بيمتو ان شاء الله. حلو، اخذنا البيمتو، علينا نتوجه الشقه. والله يا جماعه تبون صراحه، ما في طاقه ابد. شفت لما شاحن الايفون كل شوي يقول لك باقي 10%؟ بالضبط. يلا اللين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدا بغرض 5 ريال، واللي راح نسويه اليوم مقلوبه. طيب يا جماعه هذه الاشياء اللي نحتاجها ان شاء الله، واول شيء راح نسويه راح نسلق الدجاج. راح نخليه يسلق من 10 دقائق الى ربع ساعه. هذا الوقت ايش راح نسوي؟ راح نقطع هذه الخضروات الى دوائر. حلو، بعد ما قطعناهم نيجي هنا ونفتح الكهرباء، بعدها ناخذ زيت الزيتون نضيفه ونحاول وزعه. نيجي هنا نقول بسم الله ونضيف الباذنجان، بعدين نضيف البطاطس. وفي هذا الوقت ايش نسوي؟ ناخذ الرز والنقعه. طيب يا جماعه اتوقع كذا الدجاج جاهز، نقول بسم الله ونحطه على الجنب. الحين ايش نسوي؟ نغسل القدر لانه راح نحتاجه. نيجي هنا نقول بسم الله ونضيف شويه زيت وزع. بعد ايش نسوي؟ نضيف الباذنجان. فوق نضيف البطاطس.
واخيرا الطماطم. ايش رايكم يا جماعه نضيف جزر فوقه؟ لازم يضيف شيء. نقول بسم الله ونضيف الجزر. ونضيف فوقه شويه ملح. وبعدها نضيف الدجاج. ونضيف فوق الدجاج شويه من صلصه الطماطم. واخيرا الرز. نقول بسم الله. واخيرا نضيف الماء. ونضيف فوقه بعد شويه ملح. ونضيف فلفل اسود وكمون. وحرك. وراح نخليه لمده 10 دقائق. بنرجع بعد ان شاء الله. طيب يا جماعه بعد 10 دقائق نفتح ونقول بسم الله. الله 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 الله. هذه اول مقلوبه لنا. ان شاء الله تضبط. نقول بسم الله. واحد من اولها يا اثنين. جبنا العيد ما كان كذا كثير لما حطيناه لكن شكلها ضبط. صرف صرف يا ثنيان. هذا الحالة فطور. ما عليه ما عليه نتعلم من درس. بدا يصرف مو مشكله يا جماعه ما صار شيء. نتوجه الصاله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الفطور. كانت تكون مقلوبه جاهزه. صحيح جبنا العيد شويه بس شويه لكن تعلمنا. مره جايه نسوي على صحن كبير. لازم يسوي حركات الانستغرام. طبعا يا جماعه اهم شيء سوينا البمتو وجبنا المعتاد شغلنا سيلفي وحاليا راح نسميه ان شاء الله. تعرفون ايش يا جماعه؟ المفروض المره الجايه نستخدم ورق الدجاج عشان يكون فيه البهارات والملح وكل شيء، وبكذا المقلوبه تصير تمام، اكلنا منها صراحه شيء بطل، وراح نكمل. الحمد لله بعد الفطور جاء وقت الحلا، لكن هذه المره حلا غير. حلا الحبحب. قول بسم الله. يا سلام. وش نحتاج؟ ملعقه. تسوي زي كذا؟ فحلانا اليوم يكون جاهز. انت لما الحين تقول حلا؟ جماعه نسويها بالطريقه المكسيكيه؟ كيف يعني؟ بالشطه ونجربها. قول بسم الله وبدلنا الحلا بشيء صحي والله من زمان عن حبحب وهذا وقته. طيب يا جماعه حاليا بقول لكم عن شيء درسته في كلاس علم النفس. اخذنا شيء اسمه ذا الوجن اوف تروث افكت. يا ثنيان ايش هذا؟ انا اقول لكم يا جماعه يقولون في علم النفس اذا بديت تسمع الشيء كثير عقلك يبدا يصدقه تدريجيا. انا اعطيكم مثال مثل ملاكم محمد علي الله يرحمه لما يجي يقابل خصمه يقول انا العظيم انا الاقوى انا البطل وخصمه يبدا يسمع هذه الاشياء ولما تبدا الملاكمه خلاص خصمه طول الوقت كان يسمع هو العظيم هو القوي هو البطل ويصدق هذا الشيء وكلها جوله جولتين الا هذاك انهار نفسيا ويفوز محمد علي. ونفس الشيء لما ترتبط مع اشخاص ايجابيين يقولوا لك انت تقدر وانت قدها وما في شيء صعب عليك خلاص عقلك يبدا يصدق هذه الاشياء وانت تقتنع نفسيا انك تقدر وانت قدها. وبالعكس لما ترتبط باشخاص سلبيين يقولوا لك ما تقدر وانت مو قدها وصعب عليك انت اصلا من نفسك خلاص ما ابغى اسويها ماني بقدها ولا ابغى اسوي اي شيء تبدا تتحطم نفسيا. فايش الخطه؟ ارتبط باشخاص ايجابيين، اسمع اشياء تحفزك، دائما قول كلام ايجابي، وهذه الاشياء راح تاثر عليك من ناحيه ايجابيه، وراح تشوف الفرق بنفسك ان شاء الله، دائما ذكر هذه الاشياء وخلي الاشياء الايجابيه تاثر عليك. طيب يا جماعه الى هنا وراح ننهي فلوق، يعطيكم الف عافيه على المشاهده، قطعنا فتره وحاليا رجعنا من جديد، شكرا لكل من سال، اصحاب ثنيان في كل مكان في الانستغرام في اليوتيوب على تويتر على سناب، شكرا لكم من قلب. سؤال اليوم يقول ايش اكثر شيء تحب تسويه في وقت فراغك؟ اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف ايش هي الاشياء، كان معكم اللي رجع ثنيان خالد، خليكم دائما تشوفون ايجابيين، والسلام عليكم، نشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحون على خير. طيب في البداية نحط البودرة فانيلا. تحط بودرة فانيلا حلو. ما عليه يا اثنين ما عليه. تصير أكبر العوائد. يعني لو شوف الجانب الإيجابي مو كله اللي طاح. هذا شيء كويس يعني.